مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي. درسنا اليوم يونت 7 لسن 1، اليونت السابع الدرس الأول. عنوان الدرس The School Challenge، التحدي المدرسي، موجود بصفحة 90 من كتاب الطالب، صفحة 88 من كتاب النشاط. قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب باسم الأستاذ طه حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابع الابتدائي. كذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر بيجنا على الفيسبوك الأستاذ طه حسين مدرس اللغة الإنجليزية، تقدرون تقوموا خلال هذا المعرف. صفحة 90 من كتاب الطالب مكتوب على الصفحة The School Challenge، التحدي المدرسي، أو مثل ما احنا نسميها بالمدرسة مناظرة، مناظرة بين مدرستين. بأسفلها مكتوب Read the email، اقرأ الإيميل، اقرأ البريد الإلكتروني From Red River School، من مدرسة النهر الأحمر. هذه المدرسة اسمها مدرسة النهر الأحمر، داز هذا البريد الإلكتروني إلى مدرسة ثانية اسمها Green Tree School، مدرسة الشجرة الخضراء. إذن هذا إيميل دازت مدرسة اسمها النهر الأحمر إلى مدرسة اسمها الشجرة الخضراء. شنو موضوعها؟ عن شنو تتحدث بهذا البريد الإلكتروني؟ تقول لهم School Challenge، تحدي مدرسي. إذن موضوع هذا الإيميل أو موضوع هذا البريد الإلكتروني هو تحدي مدرسي، مدرسة النهر الأحمر تتحدى مدرسة الشجرة الخضراء عن عمل مناظرة أو نوع من أنواع التحدي بين المدرستين. خلينا نجي نقرأ تفاصيل هذا البريد الإلكتروني، نحاول نحفظ وياه لأن بعد قليل رح يسألنا الأستاذ كتحضير يومي عن مكان هذا التحدي، الوقت شو وقت رح يكون، عن شنو رح يكون التحدي، بيا مادة ويا مادة إلى آخره. فننتبه للمعلومات اللي مذكورة بالإيميل لأنها معلومات مهمة كتحضير يومي. فهنا أنا شو يقولوا لهم؟ يقول لهم Dear Green School، أعزائي مدرسة الشجرة الخضراء، Please رجاء Come to our school challenge، تعالوا إلى تحدي مدرستنا. We are going to have four challenges، سوف نحظى بأربع تحديات. إذن عندنا أربع تحديات بأربع دروس. شنو ذن الدروس؟ الدروس sports الرياضة، English مادة اللغة الإنجليزية، maths الرياضيات، والart الفنية مادة الفنية. إذن التحدي أو المناظرة راح نسميها بين مدرستين راح تكون بذن الأربع مواد. زين شو وقت راح يكون هذا التحدي؟ At 11 o'clock في الساعة 11 on Tuesday في يوم الثلاثاء 4th April في الرابع من شهر أبريل اللي هو الشهر الرابع. شلون راح يروحون للمدرسة الثانية مدرسة الشجرة الخضراء؟ شلون راح تروح المدرسة النهر الأحمر على مود يسوون التحدي؟ باي باص، بواسطة الحافلة. الهدايا أو المراكز أو أنواط الشجاعة اللي راح تتوزع للمركز الأول والثاني والثالث School Challenge Cup، وكذلك راح يحظى الفائز بكأس التحدي المدرسي. بالأخير مكتوبة Please come، رجاء تعالوا إلى هذا التحدي. بعد ما قرأنا الإيميل أو البريد الإلكتروني وعرفنا المعلومات الخاصة بالتحدي أو نسميه المناظرة بين المدرستين، بعدها راح يقول لي Help monsters to answer the questions، ساعد هؤلاء الوحوش، منطين صورة ذول الوحوش، ساعدهم على الإجابة على هذه الأسئلة. الأسئلة متعلقة بمن؟ بالبريد الإلكتروني اللي قرأناه قبل دقيقة. فمثلا هذه الصورة الأولى هذا الوحش أو المونستر يسأل يقول What is it؟ ما هو هذا التحدي أو ما هو موضوع الإيميل؟ فأجاوبه أقول له It's a school challenge، إنه تحدي مدرسي. يسألني شخص آخر أو قد يسألني الأستاذ يقول لي وين زيت؟ الأستاذ راح يطلب من التلاميذ أن يغلقون الكتب بعد ما وضح الإيميل أو البريد الإلكتروني، يقولهم وين زيت؟ متى سوف يكون التحدي المدرسي؟ فالتلميذ بما أنه منتبه مفروض يجاوب. قلنا الساعة 11 at 11 o'clock on Tuesday يوم الثلاثاء 4th April في الرابع من شهر أبريل اللي هو الشهر الرابع. فأقول at 11 o'clock في الساعة 11 on Tuesday يوم الثلاثاء 4th April في الرابع من شهر أبريل. بعد number 3 سؤال ثالث قد يسأل الأستاذ يقول where is it، أين سوف يكون هذا التحدي؟ عرفنا أن البريد الإلكتروني دزته مدرسة Red River النهر الأحمر المن إلى Green Tree School إلى مدرسة الشجرة الخضراء، ويقولون لهم كم
تعالوا. إذن التحدي راح يكون في مدرسة النهر الأحمر. إذن أقول It's on the Red River School في مدرسة النهر الأحمر. بعدها الأستاذ راح يسأل سؤال آخر يقول How are we going together؟ كيف سنصل إلى هناك؟ إحنا شلون راح نروح للتحدي؟ عن طريق شنو؟ باستخدام يا وسيلة نقل ذكرناها بالبريد الإلكتروني راح يروحون بواسطة الباص، فأقول باي باص بواسطة الحافلة. What are the challenges؟ ما هي التحديات؟ قلنا بيا مادة ويا مادة راح يتحدون أو راح يسوون مناظرة. بمادة السبورتس الرياضة، آرت الفنية، ماث الرياضيات، والإنجليش اللغة الإنجليزية. بذكر ذن المواد الأربعة اللي راح يصير فيها التحدي. بعدها يقول لي listen and check، استمع وتفقد إجاباتك. ما يحتاج نستمع المقطع الصوتي لأن المعلومات كلها أخذناها من البريد الإلكتروني اللي شرحناه قبل دقيقة. هذا ما يخص هذا النشاط، مجرد نشاط صفي ينتبه التلميذ لبداية الدرس للمعلومات المذكورة بالبريد الإلكتروني. بعدها الأستاذ راح يطلب من التلاميذ أن يغلقون الكتب ويجاوبون على هذه الأسئلة المتعلقة بالبريد الإلكتروني اللي تم شرحه قبل دقائق. بعدها ننتقل إلى النشاط الآخر listen and read، استمع وقرأ. شي يقول لي؟ يقول لي remember، تذكر، كريم and Lena were the first in their races. بهذه المدرسة اللي هي مدرسة الشجرة الخضراء، كريم ولينا هما الأول في السباقات. إذن هما راح ينفعون بتحدي مادة الرياضة، لأن احنا نعرف ان اذا صار تحدي بين مدرستين ياخذون التلاميذ الافضل في كل مادة على مود يصير التحدي. فمثلا نادي يقول لي تذكر، على مود بعد قليل راح نملي هذا الجدول ونعرف كل واحد او كل شخصية تأدي يا تحدي بالمدرسة. فهنا كريم ولينا هم الافضل او الاول في السباقات، دائما ياخذون المركز الاول. اذا هذا راح يفيدون بتحدي الرياضة. بعد طارق was first in maths، طارق كان المركز الأول أو الأول على الصف بمادة الرياضيات، إذن هذا راح يفيد بتحدي الرياضيات. بعد نادية was first in English، نادية في المركز الأول أو الأول على الصف في مادة اللغة الإنجليزية. ولينا is good at art، ولينا جيدة في مادة الفنية. زين نجي هنا نقول لك تيك، ضع صح. A challenge for each pupil، ضع صح على التحدي الخاص بكل تلميذ. منطين التلاميذ اللي ذكرهم قبل دقيقة، وش يقول لي؟ يقول لي كريم ينفع بيا تحدي من ذن التحديات الأربعة، بالسبورتس الرياضة، ماثس الرياضيات، انجليش اللغة الإنجليزية، لو آرت الفنية. خلنا نشوف. كريم and Lena were first in the races، كريم ولينا المراكز الأولى في السباقات. فذول يفيدوني أو يفيدون مدرسة الشجرة الخضراء بمادة الرياضة، بتحدي الرياضة. فأوضع صح هنا على كريم أمام مادة الرياضة. بعد ولينا كذلك أوضع عليها صح لأنها باعتبارها جيدة بمادة الرياضة. إذن ذول التلاميذ الاثنين اللي راح يأدون تحدي الرياضة. بعد خلينا نشوف طارق، طارق جيد بمن؟ بيا مادة؟ مادة الرياضيات. إذن هو اللي راح يأدي تحدي الرياضيات، فأوضع صح هنا. بعد نادية were first in English، نادية الأول على الصف مادة اللغة الإنجليزية. إذا نوضع صح هنا باعتبارها هي اللي راح تأدي التحدي الخاص باللغة الإنجليزية. ولينا is good at art، ولينا جيدة في مادة الفنية. هذه لينا وهاي مادة الفنية، فوضع صح هنا. إذا لينا راح تأدي تحدي أو مناظرة الرياضة وكذلك الفنية. بعدها شي يقول لي؟ يقول لي you and your friend، أنت وصديقك جيدين بأي مادة، أنت وزميلك اللي قاعد وياك بنفس الرحلة. فهنا التلميذ يختار مادة جيد بيها ويوضع عليها صح باعتباره على أساس راح يشارك بهذا التحدي أو المناظرة. كذلك يسأل زميله يقول له أنت جيد بأي مادة، يوضع كذلك صح على المادة اللي جيد بيها. كذلك هذا نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي، مجرد الأستاذ يعرض هذا الجدول ويسأل يقولهم Who's going to do sports challenge، من الذي سوف يفعل أو يعمل تحدي الرياضة. فالتلميذ يقوم يرفع ايده يقول It's كريم، انه كريم. بعد يسأل سؤال ثاني للأستاذ Who is going to do maths challenge، من الذي سوف يفعل او يعمل تحدي الرياضيات. كذلك التلميذ يرفع ايده يقول It's طارق، باعتباره هو جيد بمادة الرياضيات. وهكذا اذا ذن الأسئلة الشفوية اللي يسألها الأستاذ داخل الصف كتحضير يومي. بعدها يقول لي Complete the sentences، اكمل الجمل التالية. Number one كريم is going to do the
فراغ تشالنج، كريم سوف يفعل تحدي الفراغ. خلينا نرجع للجدول نشوف كريم راح يؤدي يا تحدي. هذا كريم راح يؤدي تحدي السبورت الرياضة، بقول له سبورتس تشالنج تحدي الرياضة. بعد نمبر 2 هو فراغ، هنا انا مطين اربع فراغات، ذا ارت تشالنج من فراغ تحدي الفنية. شنو اللي اخليه بالفراغات الاربعة؟ إذا لاحظتوا أنه أنا سألت أقول who is going to do، من الذي سوف يفعل؟ who is going to do the art challenge تحدي الفنية. فهنا من اللي راح يسوي التحدي الفنية؟ قد يسأل الأستاذ. أشوف اللي راح يسوي التحدي الفنية هو لينا. Number three I am going to do the فراغ challenge، أنا سوف أفعل تحدي الفراغ. هنا التلميذ مخير أن يختار المادة اللي راح يعمل التحدي بها، إذا هو كان جيد بالرياضيات يكتب ماتس، إذا كان جيد بالرياضة يكتب سبورتس، إذا كان جيد باللغة الإنجليزية يكتب إنجليش إلى آخره. فأنا مثلا كتبت إنجليش. Number four my friend is فراغ، نعم طيب ثلاث فراغات، the فراغ challenge تحدي الفراغ. فهنا أنا كذلك my friend is going to do، is going to do صديقي سوف يفعل، the فراغ challenge تحدي شنو. كذلك التلميذ يسأل زميله يقول له التجيد بيا مادة ويا تحدي اللي راح تعمله ويختاره ويكتب اسم المادة. فمثلا كتبت art. هذا ما يخص هذا النشاط. كذلك هذا النشاط الثالث نشاط صفي، مجرد يعتبر كواجب بيتي غير مهم بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي. لاحظنا انه حليناه، اعتمدنا بحلولنا كلهن على البريد الالكتروني اللي انطاني اياه بداية الدرس، وكذلك الجدول اللي حليناه من خلال معرفة كل تلميذ جيد بأي مادة وضعنا عليه صح وعرفنا نملي هذه الفراغات. ننتقل الى كتاب النشاط. Choose and write the correct words، اختر واكتب الكلمة المناسبة. كذلك أنا منطيني البريد الإلكتروني لكن بيه فراغات، أملي هذه الفراغات بالأفعال اللي منطيني إياها أسفل هذا التمرين. بالك يمي هنا أنا منطيني مثلا نمبر وان، أولا أروح أشوف الاختيارات الخاصة بنمبر وان. هذا نمبر وان منطيني أما كم أو جو أو دو، هو حل إياها. هذا السؤال يعتمد على المعنى بشكل أساسي، يعتمد على معنى حفظي لمعنى هذه الكلمات. إحنا أغلبهن ذن حافظيهن باعتبارهن مرن علينا بدروس سابقة، فضروري جدا أن أحفظ معانيهن لأن ممكن نجنب سؤال المفردات على شكل إسقاطات أو مثل ما هو على شكل اختيارات، يجيب لي أحد ذن الجمل أو اثنين من ذن الجمل أو قد يجيب لي خمس جمل على شكل سؤال كامل، وكل جملة يخيرني بين الأفعال مالتها، فأنا لازم أعرف أخلي الفعل المناسب حسب معنى الجملة. مثلا number one please فراغ to our school، رجاء فراغ إلى تحدي مدرستنا. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ أكيد أجي أشوف الاختيارات، come تعالوا إلى مدرستنا، go اذهبوا إلى مدرستنا، لو do افعلوا. أكيد الفعل come باعتبارهم هم يدعوهم بأن يأتوا إلى تحدي الخاص بمدرستنا. فش أقولهم؟ أقولهم please come to our school challenge، رجاء تعالوا إلى تحدي مدرستنا. we نحن فراغ going to have four challenges، نحن فراغ سوف نحظى بأربع تحديات. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ أجي أشوف الاختيارات، want نريد، are هذا فعل مساعد وكذلك الاسم فعل مساعد. إذا تتذكرون بشرح زمن المستقبل إنه الفاعل زائدا إما is أو are زائدا going to، going to معناها سوف، قبلها يجي أما is أو are. شلون أعرف أخلي is لو are؟ أشوف الفاعل، إذا مفرد أخلي is وإذا كان جمع أخلي are. فهنا أنا we نحن هذا جمع، أقول we are going to have four challenges، سوف نحظى بأربع تحديات. there are signs هنالك علوم، maths رياضيات، Arabic اللغة العربية، فراغ English فراغ اللغة الإنجليزية. خلينا نجي نشوف الاختيارات الخاصة بهذا الفراغ، but لكن، لو to إلى لو and و. هنا يعدد يقول له لدينا تحدي خاص بالعلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية، لذلك الكلمة المناسبة هي كلمة and English واللغة الإنجليزية. the challenge is فراغ Wednesday، التحدي سوف يكون فراغ الثلاثاء. خلينا نجي نشوف شنو الاختيارات المناسبة لهذا الفراغ، on لو in لو along.
شرحنا بدروس سابقة أنه أيام الأسبوع نستخدم وياها حرف الجر on، فما يصير أقول in ولا along. on تستخدم مع أيام الأسبوع. on Wednesday، التحدي سوف يكون يوم الأربعاء 10th October في العاشر من الشهر العاشر. it starts إنه يبدأ، التحدي يقصد به يبدأ فراغ 2 o'clock فراغ الساعة الثانية ظهرا أو الساعة الثانية. فش أقول شنو الاختيار المناسب لهذا الفراغ؟ in لو at لو by. ذكرنا كذلك بدروس سابقة أن الأوقات أو الساعات نستخدم وياها حرف الجر at، فأقول at 2 o'clock في الساعة الثانية. فراغ are going to be prizes and the school challenge cup، فراغ سوف يكون هنالك جوائز وكأس تحدي المدرسة. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ أجل شوف الاختيارات: there لو they لو it. احنا نعرف ان كلمة هنالك معناها there، فأقول there are going to be prizes، سوف يكون هنالك جوائز وكأس تحدي المدرسة. and rosters، rosters هي العلامة او المركز، احنا نسميها مثل نقطة شجاعة اللي بيه المركز الاول مكتوب عليه واحد معناها المركز الاول، اثنين معناها المركز الثاني، وثلاثة المركز الثالث اللي يطوها للرياضيين وكذلك في المسابقات إلى آخره. first second وthird، الأول والثاني والثالث، places في المراكز الأولى والثانية والثالثة. it is easy to get to our school، من السهل أن تصلوا إلى مدرستنا. فراغ باص، فراغ الحافلة. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ on لو by لو in. ذكرنا بدروس سابقة أن الباص الحافلة والكار السيارة والبلين الطائرة والترين القطار كلهن نستخدم وياهن باي. أما الآن تستخدم مع كلمة فوت اللي هي القدم، باي فوت معناها بواسطة القدم أو مشيا، مشيا على الأقدام. بعدين يقول لي بليز كم، تعالوا رجاء أو تفضلوا بالمجيء إلى مدرستنا. it is going to be فراغ exciting، سوف يكون الأمر مثيرا. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ very لو not لو ان. احنا هنا اكيد راح يكون الامر جدا مثير، فاقول very exciting، انه سوف يكون امر مثير جدا او تحدي مثير جدا. هذا ما يخص هذا النشاط، مثل ما وضحنا نشاط مفردات مهم، يجينا بالسؤال الثالث على شكل اسقاطات او اختيارات، مثل ما هو يجيب احد هذه الجمل ويخيرني بين اختياراتها، او يجيب احد هذه الجمل بها فراغ وينطيني كلمات باعلى السؤال اسقط الكلمة بالفراغ المناسب حسب معنى الجملة. ننتقل للنشاط الاخر، help the monster to write the questions، ساعد الوحوش على عمل الأسئلة. نفس الطريقة اللي أخذناها بعد الإيميل أو بعد البريد الإلكتروني، هناك منطيني الأسئلة وأنا جاوبت على الأسئلة، طيت إجابات. هنا أنا منطيني الإجابات ويريد الأسئلة. فهنا أنا مثلا نمبر وان، أولا تذكرون شلون كان السؤال؟ إذا ترجعون لكتاب التلميذ راح تشوف أن السؤال يكون What is it؟ ما هو؟ It is the school challenge، إنه التحدي المدرسي. السؤال الثاني اللي جاوا عليه It's on Wednesday، في يوم الأربعاء. شنو كان سؤاله؟ نستخدم أداة السؤال اللي تسأل عن الزمان، الأداة وين، بقول When is it؟ متى سوف يكون هذا التحدي؟ بعد المكان، هذا يقول لي At Thread River School، في مدرسة النهر الأحمر. إذن السؤال عن المكان، فأقول Where is it؟ أين سوف يكون التحدي؟ ونمبر 4 By Bus، بواسطة الحافلة. شلون أسأل؟ أسأل باستخدام الأداة How، كيف. أقول How are we going to get there؟ كيف سنصل إلى هناك؟ By Bus، بواسطة الحافلة. كذلك نمبر 5 الجواب منطيني There are science, maths, Arabic and English، هناك تحدي العلوم الرياضيات اللغة العربية والإنجليزية. شلون راح يكون السؤال؟ أقول What are the challenges؟ ما هي التحديات؟ إنها تحديات الخاصة بالعلوم والرياضيات والعربية والإنجليزية. هذا ما يخص هذا النشاط، أنا أريد يخلينا نركز على أن كل أداة سؤال عن شنو تسأل وشون يكون الجواب عنها. ننتقل إلى النشاط الآخر، Circle the words that comes first in alphabet order، دور أو حوط، ضع دائرة حول الكلمة التي تأتي في الترتيب الأبجد الأول. منطين الكلمتين، يقول لي يا كلمة تسبق الثانية بالترتيب الأبجدي. نحن شلون نعرفها؟ أجي أخلي الحروف الإنجليزية بالتسلسل أمامي وأشوف الحرف الأول من كل كلمة، يا كلمة اللي الحرف الأول مالتها أجي قبل الثاني. فمثلا نمبر 1 هو حالياها،
أي، أول ما بديت بتعديد الحروف بالتسلسل لقيت الأي موجودة بأرابيك فخليت دائرة حولها، وبعدين تجي اللغة الإنجليزية. نمبر 2 منطيني سكند وثيرد، أجي أراجع الحروف وأخلي عيني على الحرف الأول من كل كلمة، اللي يسبق أضع عليه دائرة فأقول أي بي سي دي إي إف جي إتش آي جي كي إل إم إن أو بي كيو آر إس. نلاحظ أن لاقاني حرف الإس فأوضع دائرة حول سكند، وبعد الإس راح يجيني تي S T. إذن الترتيب الأبجدي صحيح، أول شيء second بعدين third. number three school ولسن، كذلك بنفس الطريقة أجي أعدل الحروف وأعرف أن حرف ال L يجي قبل حرف ال S. أما النقطة الرابعة lake وماونتن، شنو الحرف اللي يسبق الثاني؟ ال L لو ال M. أجي أعدل الحروف وأعرف أن lake هي الحرف اللي يسبق الحرف ال L. بعد number five ال C هو الحرف اللي يسبق ال W فأضع دائرة حول كوكيز، وكذلك نمبر 6 السي يسبق حرف ال L فأضع دائرة حول كلمة capital. هذا ما يخص هذا النشاط، مجرد يريد يخلينا أراجع ترتيب الحروف الأبجدية الخاصة باللغة الإنجليزية من خلال هذا النشاط البسيط اللي يطلب من عندي أني أشوف يا كلمة ترتيبها الأبجدي يسبق الثاني. بعدها مكتوب write the words again، أكتب هذه الكلمات اللي حواطتهن مرة أخرى، فهنا أنا عربيك. بعدها second أكتب second بالفراغ الثاني، lesson بالفراغ الثالث، lake بالفراغ الرابع، cookies بالفراغ الخامس، وcapital بالفراغ السادس. مجرد كذلك نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي، يريد نراجع الحروف الأبجدية وترتيبها. هذا كان درسنا لهذا اليوم، أخذنا به بريد إلكتروني، قرأناه، استخرجنا المعلومات من أدنى، وعرفنا شلون الأستاذ راح يسألنا من خلال هذا البريد الإلكتروني عن وقت التحدي المدرسي، مكان التحدي، كيف سيذهبون إلى هذا التحدي، وشنو الدروس اللي راح يعملون بها تحدي بين المدرستين. وقلنا أن هذين الأنشطة صفية غير مهمة بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي، فقط أسئلة شفوية مهمة كتحضير يومي. وكذلك أخذنا تمرين مهم من الممكن يجيني بسؤال مفردات، منطيني إيميل بفراغات أم للفراغات حسب الأفعال اللي منطيني إياها كخيارات. وقلنا هذا التمرين مهم جدا بالامتحان التحريري، من الممكن يجيني بسؤال مفردات إما على شكل إسقاطات أو على شكل اختيارات. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو، أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على حساباتي الموجودة معكم على الشاشة.